اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره. زي ما قلت لحضراتكم، واحد كان له دور كبير جدا، كان تعبان جدا خلال الفتره اللي فاتت، تعب في التمرين وتعب لانه كان له دور كبير جدا في حراسه مرمى النادي الاهلي وحتى في حراسه مرمى منتخبنا الوطني. هنعرف كل الامور دي وهنعرف كل الكواليس دي من خلال نجم الكابتن طارق سليمان. ازيك يا طارق؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك ايه؟ الحمد لله، وحشنا. ربنا يكرمك وانت كمان. إيه؟ الحمد لله والله، كله كويس زي الفل الحمد لله. دايما يعني خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه دايما كنت بتبقى موجود معانا على قناه النادي الاهلي، ودايما كنا بنسالك، وكنت بحس دايما ان انت عندك مراره في الكلام او يعني متضايق. كلمني بشكل عام الاول، الدوري اللي فات تحديدا اعتقد ان كان له شكل مختلف يا طارق بالنسبه لكم كجهاز فني. طبعا هو احنا، انا طبعا ما بداتش الدوري، يعني انا جيت او يعني رجعت انا وكابتن سيد حفيظ تقريبا بعد 6 مباريات كانوا بيتلعبوا في الدوري. ايوه، وكان في برضه يعني حتى في 6 ماتشات دول كان في تقريبا كان في تعادلين وكان في خساره، وبعد كده يعني فترات كبيره من الدوري انت عارف كنا الاهلي متاخر، عدد ماتشات المؤجله للاهلي كانت كتير قوي. وكان الفارق بيننا وبين المنافس طبعا فرق كبير، يعني تقريبا كده لما تكسب حتى الماتشات المتاجله بتاعتك الفرق برضه هيبقى في صالح المنافس، فدي بتعمل عليك ضغوط يعني طبعا، يعني غير لما يبقى مثلا الماتشات المتاجله بتاعتك دي ولما تكسبها الفرق يبقى ليه صالحك انت، فبرضه بتديك حافز وبتديك دوافع كتير. عكس طبعا لما زي ما بقول لك كده لما تبقى انت متاخر بعدد مباريات كتير، وعدد المباريات ده انا فاكر كويس قوي ان احنا في مرات كنا بنبص على الجدول كنا بنبقى قبل الاخير، وكنا بنبقى طبعا بحكم ان احنا متاجلنا ماتشات. فعايز اقول لك ان الدوري كان صعب جدا جدا، الدوري تعرضنا فيه طبعا يعني صعوبته طبعا كانت جايه طبعا ان شويه طبعا كان في حاجات ممكن تبقى بره الملعب تاثر علينا في الملعب بشكل كبير جدا جدا. كنتوا بتتعاملوا مع الحاجات دي ازاي خصوصا اللي بره الملعب؟ ماشي، بص لكن جوه بره الملعب ما تقوليش ان الحاجات اللي بره الملعب دي ما بتاثرش علينا او ما بتاثرش على اللعيبه. طبيعي انت اصلا انت عايش في الجو ده وعايش في الاجواء دي، فطبيعي ان الحاجات دي بتاثر عليك. طبعا كله بيتابع وكله بيشوف وكله بيقرا، ومجال كوره مجال مش يعني كل حاجه كل كبيره وصغيره في المجال بتتعرف بشكل كبير، يعني في اللحظة يعني بتلاقي كل حاجة واضحة يعني. فالحاجات دي إلى حد كبير كان بيحاولوا الكابتن سيد والجهاز الفني كله كان بيحاول برضه يبعد باللعيبة على الأجواء دي وعلى المشاكل اللي كانت بتبقى مرة الملعب دي، إنما كانت بتأثر بحكم طبعًا إن أنت زي ما بقول لك عايش في الأجواء دي. إنما الحمد لله رب العالمين كان في تركيز عالي قوي، وكان دايمًا الكلام الإيجابي كان هو أكتر بالنسبة للجهاز الفني كله، وكان من الكابتن سيد اكتر يعني، ومن الكابتن محمد يوسف وكابتن سامي وجهاز المعاون المصري بالذات، يعني لان هو طبعا طبيعه اللعيبه فاهم طبيعه اللعيبه وفاهم اللعيبه بتفكر في ايه، وفاهم اللعيبه بتبقى امتى بتبقى مشدوده وامتى بتبقى في خوف شويه امتى بتبقى زعلانه. فالحاجات دي كلها كنا بنحاول ان احنا نبعد باللعيبه خالص بعيد عن الكلام ده، وتوفر بصراحه يعني برضو من الحاجات اللي ساعدت في ان احنا ناخد الدوري للامانه. الكلام ده بيتقال دايما، وهي الفتره التعاقد اللي تمت في شهر يناير مع اكتر من لعيب فرقوا معانا جدا جدا في الدور الثاني بقية الموسم. طبعا مفيش كلام يعني، كان وكمان الاصابات اللي رجعت يا كابتن اسلام يعني خد بالك كان في فتره فيها اصابات كتير، زائد طبعا التعاقدات اللي تمت مع لعيبه كويس قوي جت كملت معانا الموسم، فكل ده ساعد في ان احنا الحمد لله ناخد الدوري. وخدنا الدوري كمان، احنا كان في فرق بيننا وبين الزمالك لما كسبنا كل الماتشات المؤجله بقى فرق 8 للزمالك او 6، انت بتنهي الدوري فرق 8 ليك انت، فده طبعا فرق كبير جدا يعني فرقت عن الزمالك بكتير. كان احساسك وانت احد اعضاء الجهاز الفني في ذلك الوقت يا كابتن طارق ان انت هتقدر تعمل كده ولا لا؟ طبعا يقينا يقينا. والله الكلام ده كنا بنقوله دايما، هناخد الدوري. كان دايما الكلام بنقول هناخد الدوري رغم صعوبه الدوري، ورغم ان احنا متاخرين، ورغم ان في ماتشات كتيره بنكسبها في الوقت الضايع، بس كان في حاجات كده مؤشرات بتقولك هتاخد الدوري. في ماتشات يا كابتن، تقدر تقول لي اول هذه المؤشرات يا كابتن طارق؟ يعني فاكر ايه اللي انت شفته؟